جددت حيلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، فرحه مهمه وفرحه كبيره على فريق قوي، فريق سان داونز، واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي وكابتن منتخبنا الوطني الشناوي. بحييك يا شناوي وببارك لك على ادائك وعلى الاداء بتاع فرقه النادي الاهلي كلها. تحضيرنا كان جيد، شخصيه النادي الاهلي بانت، ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. الحمد لله، الف مبروك للاعيبه اولا وللجهاز وللاداره. طبعا الماتش صعب جدا واحنا عارفين ان الماتش صعب جدا، لعب فرقه محترمه جدا وبنلعب على ارضها، وهم على طول بيحبوا يجونا في الملعب ده عشان يضايقونا، واحنا عارفين ان هم بيحبوا يضايقونا على طول. بس اللعيبه ديت لعيبه رجاله، بيبقوا على طول في المواقف الصعبه بيبقوا على قد المسؤوليه. احنا كنا عايزين نصعد والحمد لله احنا كنا جايين لهدف واحد، والهدف اللي احنا نصعد الحمد لله الحمد لله صعدنا. اول حاجه بقول للجمهور الف الف مبروك، نفرح النهارده وبكره ان شاء الله. عندنا بعد 5 ايام بطوله نركز فيها عشان ان شاء الله نقدر نفرحهم. هي غايبه عننا بقى لنا 7 سنين او 8 سنين، ان شاء الله تبقى بتاعتنا، ونركز ان شاء الله بعد يومين ونفرح اليومين دول ونخش ان شاء الله بعدها على طول اول ما نوصل قطر نركز في البطوله. عندنا بطوله مهمه، وبقول للناس كلها الف الف مبروك، انتوا رجاله النهارده وللجهاز والاداره كلهم الف الف مبروك. واللي جاي اكتر ان شاء الله هنتعب، اللي جاي احنا عندنا 3 بطولات الفتره الجايه، نفكر في اللي جاي، احنا بناخد خطوه بخطوه ولاعيبه على قد المسؤوليه ولاعيبه كلها رجاله ان شاء الله. ربنا فرح الجمهور وفرح الناس كلها. قولي لكل اللعيبه الرجاله دي عشان نستمر على الاداء المميز ده يا شناوي. بقول لهم طول ما انتوا بتحبوا بعض كده وطول ما انتوا على قلب على قلب واحد هنفضل كده ونبقى مع بعض زي الاخوات. احنا اخواتنا في الاول وفي الاخر. اللعيبه دي بصراحه لعيبه رجاله وكلها بيخافوا على بعض وبيحبوا بعض. بقول لهم انتوا دايما احنا اللعيبه الكبار احنا اخواتكم، وهم بالظبط بيعتبرونا ان احنا اخواتهم، مفيش فرق بين اي حد هنا خالص. وهم بصراحه مقدرين الكلام ده كله وعارفين يعني ايه النادي الاهلي، وعارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارفين يعني ايه البطولات اللي احنا بنخشها. هم عارفين الكلام ده كويس، والحمد لله ان هم مقتنعين بالكلام ده كويس، وعارفين يعني احنا نضحي. والنهارده ما ضحوا كتير عشان نصعد، وفي ناس كتير ضحت، وفي ناس كتير ركزت، وفي ناس كتير النهارده عملت اللي عليها واكتر. في ناس يعني انا بتكلم كل اللعيبه اللي هنا واللي هناك في مصر، بصراحه كلهم حتى بعتوا لنا وقالوا لنا الف مبروك، وان شاء الله يوفقوا يعني يكرمكم في الماتش. دي حلوه. بقول لهم انتوا طول عمركم رجاله في المواقف الصعبه، تبقوا رجاله. مبروك، الف مبروك. بنبارك اكيد لوحش افريقيا الشناوي الحقيقه، مبارك له وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. انا معاك.